السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الصف التاني، أهلا بيكم مرة تانية مع مراجعة حل صفحة 78 و79 طبعا اللي احنا حلناها، ولكن تعال نشوف ونراجع ونتأكد احنا خدنا كل اختياري ليه وحلناها ازاي. طبعا شكل ما قلنا ان الكلام ده في صفحة 78، مديني أول جملة بيقول لي وي نيد. طبعا شكل ما احنا عارفين يا جماعة ان لازم الأولاد يقروا كويس، لازم الأولاد يقروا كويس ويترجموا عشان يقدروا يحلوا برضو كويس. واللي وي نيد يعني نحن نحتاج، وقال لي فود ولا تايز؟ طبعا حبايبي لما يقول لي نيد يبقى بجيب حاجه اساسيه ما اقدرش استغنى عنها، يبقى اكيد هختار فود. نمبر 2 بيقول لي وي وونت، قلت لما يقول لي وي وونت حبايبي يعني نحن نريد، وطالما قال لي نحن نريد يبقى اكيد هجيب حاجه ممكن استغنى عنها، يا ترى تايز ولا سويتس؟ هما الاثنين اقدر استغنى عنهم، بس هنا جايب لي في الصوره حبايبي تايز، وتايز معناها العب. تعال نشوف مع بعض. يلا حبايبي السؤال الثاني بيقول لي لوك ريد اند تيك، انظر اقرا وبعدين علم. صح. دي a bunch of yellow flowers يعني باقة من الزهور الصفراء، ولا a bunch of pink flowers؟ أكيد دي yellow flowers. نمبر 2 بيقول لي cactus ولا flowers؟ دي صبار، هقول cactus. تعالى حبايبي يلا نشوف سؤال اختياري. بيقول لي the pound is the of Egypt، بيقول لي الجنيه هو الايه بتاع مصر، يا ترى الناس بتوع مصر ولا العملة؟ طبعا currency، currency حبايبي شكل ما قلنا العملة. number 2 بيقول money is very a in our world، بيقول لي ان الفلوس حبايبي ايه في عالمنا، طبعا اكيد الفلوس يا ترى not useful مش مفيدة ولا useful؟ اكيد useful مفيدة. number 3 بيقول we use money to a things، طبعا احنا بنستخدم الفلوس عشان ناكل اشياء ولا عشان نشتري؟ اكيد عشان نشتري اشياء. number 4 بيقول we need a to live in it، يعني احنا محتاجينها حبايبي عشان نعيش فيه، اكيد محتاجين house مش toy، toy ما بنعيش فيها. number 5 بيقول when ولا how much are the shoes؟ قال that's 40 pounds حبايبي، شكل ما عرفنا اننا بنسال عن السعر بسال بكلمه how much. number 6 بيقول we a toys، يا ترى التويز دي ضروريه ولا مش ضروريه؟ هقول لك لا مش ضروريه، فبالتالي لازم اقول we want يعني نحن نريد. السؤال اللي بعد حبايبي بيقول يلا كمل الكلمه، دي طبعا bunch b u n c h jacket j a c k e t plant p l a n t store s t o r e وده متجر. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده، عندنا flower وعندنا shoes، flower يعني زهرة وshoes يعني حذاء وcactus يعني صبار، طبعا لازم اكون عارف ترجمة الكلمات كويس عشان اقدر احل برضو كويس. قولي how much are a skirt، طبعا how much بتسأل عن السعر، are a skirt and a please، طبعا بقولي كم سعر الجيبة، يا ترى ايه اللي مع الجيبة ده؟ هتقولي shoes يا مستر يعني حذاء. طيب قول I want a يعني أنا أريد، يا ترى ده إيه ده؟ هتقول لي كاكتس، كاكتس حبايبي يعني الصبر. تعالى حبايبي يلا نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي listen and circle، يلا هتسمع وبعدين تحط دايرة. flowers فين الفلاورز؟ يلا نحط عليها دايرة. close shop، close shop يعني محل ملابس، فين هو؟ هتقول لي هو مستر اللي في النص. يلا بقول لي look and write the words يعني انظر واكتب الكلمات، عندنا كلمة جيب اسمها skirt s k i r t، لازم خط يكون كويس حبايبي واكتب على الخطوط دي. طيب عندنا كلمة زهور، زهور يعني flowers f l o w e r s، شوفوا مدين السطور ده عشان يبقى خطي كويس وانا بكتب عليها، طبعا دي cactus c a c t u s، انا ملتزم بالسطور وانا بكتب. طبعا ده حبايبي فلاور شوب يعني محل زهور، فلاور f l o w e r شوب s h o p، دي طبعا محل زهور. تعال نشوف اللي بانك شويه ذا فولوينج سنتنس، تعال يلا نرقم حبايبي، نرقم يعني نشوف اذا كان حرف سمول وعايز اعمله كابيتال، ويا ترى حاطط في الاخر نقطه او علامه استفهام. طبعا بيقول لي هاو ماتش ار ذا شوز and pants، طبعا حبايبي هاو لازم الاتش تبقى كابيتال عشان في اول الكلام، واحط تحتها شرطتين much m u c h ما فيهاش اي حاجه ولا r فيها حاجه، the برضو ما فيهاش حاجه، shoes ما فيهاش حاجه حبايبي، and برضو ما فيهاش حاجه، pants طبعا ده حبايبي سؤال يبقى لازم احط في الاخر question mark يعني علامه استفهام. Thank you very much for watching، يا رب نكون فهمنا الاسئله دي بتتحل ازاي. تابعونا مع الدرس السابع ان شاء الله والخاص بالفوناتكس مع الصوتيات. Goodbye، السلام عليكم.